بعد نهاية هذا الفيديو سوف تتمكن من إنشاء مواقع احترافية كهذا الموقع الذي تراه الآن، وبدون أي خبرة مسبقة وبدون لغة برمجة أو معرفة أكواد ستتمكن أيضا من إنشاء مثلا موقع خاص بنيتش الصحة، موقع مثلا خاص بالأطباء، موقع أيضا لمجال الفيتنس، أو إذا كنت مهندس تستطيع أن تنشئ مثل هذا الموقع الاحترافي والجميل في غضون دقائق فقط، أو إذا كنت مهتم بمجال العقار، أو إذا كنت منعش عقاري ستتمكن أيضا من إنشاء مواقع مثل هذا الموقع. أيضا إذا كنت طبيب أو عندك أو محامي مثلا وتريد من زوارك أن يحددوا موعد للزيارة تستطيع إنشاء مثلا مثل هذه الكالندر. أيضا إذا كنت مدرب أو عندك كورسات تريد أن تبيعها أونلاين تستطيع أيضا أن تنشئ مثل هذا الموقع. أيضا إذا كنت طبيب جراح وتعمل في مجال الصحة تستطيع أن تنشئ مثل هذا الموقع الجميل. أيضا إذا كنت طبيب للأسنان تستطيع أيضا أن تنشئ مثل هذا الموقع الخاص بجراحة الأسنان. أيضا إذا كنت طبيب بيطري تستطيع إنشاء مثل هذا الموقع الجميل لعلاج الحيوانات. نعم أيضا موقع خاص لجراحة الأسنان. إذا تستطيع أن تنشئ كل هذه المواقع باحترافية وبدون كما قلت أي خبرة مسبقة بالبرمجة أو الأكواد. كيف ذلك؟ تابع معي فقط. سنذهب إلى هذه المنصة وهي منصة بيلدرول، سوف أترك لكم رابط التسجيل في المنصة. أيضا أقدم دورة احترافية تدريبية مجانا للمشتركين معي في منصة بيلدرول، تستطيع أن تتعلم فيها كل التفاصيل الدقيقة حول كيفية الاشتغال على هذه المنصة وإنشاء مواقعك وصفحاتك عليها. أيضا في هذا التدريب ستجد أيضا قسم الإيميل ماركتينج، وأيضا بعض المواد المتعلقة بالتسويق على الويب. إذا كما قلت ستتسجل في هذه المنصة ثم ستظهر لك هذه الواجهة. ستحتاج فقط إلى شراء دومين من جودادي. سأريكم كيف تشترون الدومين بعد أن أشرح كيفية العمل على منصة بيلدرول. إذا ستأتي إلى هنا إلى منصة بيلدرول وستظهر لك هذه الأداة تسمى أداة تشيتا ويب سايت بيلدر. ستنقر عليها ثم ستنقر على كرييت نيو سايت، ثم نختار بروفيشنال تيمبليت، إذن هنا ستظهر لك كل التيمبليتات. تستطيع أن تختار التيمبليت من هنا، تختار النيتش الذي تعمل عليه، مثلا نختار بروفيشنال سيرفيسز. إذن تظهر لك مثل هذه المواقع. لكي ترى التيمبليت تنقر هنا على بريفيو، إذن هكذا سيظهر لك التيمبليت بشكل كامل. إذا أعجبك مثلا هذا التيمبليت وتريد التعديل عليه تنقر فقط هنا على Select This ثم Save. نعم إذن هذه هي الهوم بيج، تنقر هنا على Edit Page وتبدأ بالتعديل. نعم إذا هنا مثلا سنختار هذا التيمبليت، مثلا دعوني أريكم. إذا هنا سنختار تيمبليت آخر، نختار مثلا هنا ريال استيت. نعم ثم نختار مثلا المهندسين، ننقر هنا على select this ثم save.
إذن هذه هي الهوم بيج. تستطيع إضافة صفحة أخرى بنقر هنا على Create New Page. سننقر هنا على الهوم ونعدل عليها. نعم، إذن هذا هو موقعنا ونستطيع الآن التعديل عليه. الجميل هنا في بيلد رول هو أنك لن تكون في حاجة إلى شراء تيمبليتات احترافية. هناك بعض التيمبليتات للأشخاص الذين يعملون على الووردبريس. هناك قوالب وتيمبليتات تباع حتى إلى $100. هنا في بيلد رول يعطيك جميع هذه التيمبليتات الجاهزة والاحترافية والجميلة بالمجان. تستطيع أن تختار أي منها. إذن هذا يسمى الهيدر وهو مقدمة الموقع، وهذا يسمى الفوتر هذا الأسفل. إذن سنعدل الآن على الهيدر ونبدأ بالقائمة. إذن هذه هي القائمة الرئيسية، ننقر عليها ثم نغير الأسماء مثلا إلى اللغة العربية. ننقر هنا ثم نكتب مثلا هنا، دعوني أغير الكيبورد أولا، نجعله مثلا الرئيسية، عفوا، ننقر على سيف، about، نجعله مثلا من نحن، هنا نجعله مثلا باللغة العربية، نكتب الخدمات. إذن السهولة التي تستطيع أن تنشئ بها الموقع هنا على بيلد رول لن تجدها في أي مكان آخر. هنا نجعله مثلا اتصل بنا ثم سيف هنا. إذن كما تلاحظون الآن تحول كل شيء إلى اللغة العربية. هنا اللوجو، تستطيع أن تغير اللوجو بالنقر هنا، Edit Element ثم General Settings ثم Change Image، ونختار اللوجو الذي نريد. سأختار هنا أي شيء فقط كي أعطيكم مثال، ثم نحدد اللوجو ثم ننقر على سيف. نعم، إذن كما تلاحظون هذا هو اللوجو، نقوم بتصغيره قليلا. نستطيع أيضا أن نكبر هذا الهيدر. أنا هنا فقط أعطيكم مثال. أنت تستطيع أن تضع هنا اللوجو الخاص بك. هنا أيضا في القائمة الرئيسية أستطيع أن أقوم بتكبيرها قليلا. نعم، إذا ننقر على General، تستطيع أن تجعلها Vertical Menu. إذا كما تلاحظون هنا تحولت إلى Vertical. نعم، إذا نريدها أن تكون Horizontal. ثم في الألوان هنا General Colors تستطيع أن تحدد الألوان، ألوان الخلفية وكل شيء. إذن هنا في الأيتم ننقر هنا ونضيف، نقوم بتكبيرها من هنا. إذن نجعله مثلا 19 كما تلاحظون. الآن أصبح المينيو كبير نوعا ما، نستطيع أن نزيد أكثر من ذلك، نجعله مثلا 22 سيصبح أكبر. نستطيع أيضا أن نغير هذه النصوص باللغة العربية مثلا، ننقر مرتين ثم نمرر هنا بيسار الفأرة، نكتب مثلا أي شيء لكي تظهر لكم الجمالية، جمالية النص. تستطيع أن تغير لون هذا النص بالنقر هنا وتحديد اللون، نجعله مثلا باللون الأصفر كما تلاحظون.
نستطيع أن نحركه ونذهب به إلى أي مكان نريد. نعم، نجعله في الوسط هكذا. نستطيع أن نكبر النص إلى أكثر من هذا، إلى 65 مثلا أو إلى 80، سيظهر كبير جدا. نستطيع أيضا أن نختار الهيدن هنا لكي يكون النص كبير جدا. هنا أيضا أنواع النصوص بالإنجليزية، تستطيع أن تحدد أي نوع هنا. دعونا نجرب مثلا في هذا النص باللغة اللاتينية، نكبر النص مثلا إلى 30، نسحبه هكذا، نجعله مثلا بولد. إذا سنغير مثلا إلى لاتو بلاك كما تلاحظون. نجرب أنواع أخرى مثلا بوك. إذا تستطيع تغييره إلى أي نوع تريد من أنواع النصوص بكل سهولة وبكل احترافية. نجرب مثلا مثل هذا النص. هناك أيضا أنواع أخرى، نعم. إذن هنا الكول تو أكشن، الزر تريد أن ترسل الزور إلى أي وجهة تريد. مثلا نكتب هنا في الهيدلاين، نختار هيدلاين، إذن هذا هو الهيدلاين. مثلا احجز موعدك مثلا، نكبر هذا النص، نجعله مثلا 27. نعم، إذا نغير مثلا لون هذا الزر إلى اللون مثلا الأخضر هكذا. نستطيع تكبير هذا الزر لكي يكون كبير. أنا فقط هنا أشرح لكم الإمكانيات التي يعطيها موقع بيلدرول. ننقر هنا على سيف، ثم that's fine. إذن سنشاهد الآن الموقع ونشاهد التعديلات التي قمنا بإنشائها. نعم، إذن الآن كل شيء تم التعديل عليه. إذن الصفحة الرسمية، ثم اللوجو الذي قمنا بإضافته. إذن تبقى لنا فقط هذا اسم النطاق. نستطيع أن نحجز اسم نطاق هنا في جودادي. نعم، إذا سنقوم بحجز دومين. نكتب أي شيء مثلا، نغير اللغة أولا، تيست مثلا أي شيء .com، ثم سيرتش دومين. سنقوم بشراء اسم نطاق ونربطه مع بيلدرول. نعم، إذن كما تلاحظون نستطيع شراء اسم هذا النطاق بدولار واحد لمدة سنة كاملة. ننقر على Add to Cart، ثم Continue to Cart. إذا أردت أن تشتري Full Domain Protection لكي تحمي معلوماتك الشخصية، تستطيع شراء هذه الخدمة $10 تقريبا لسنة كاملة. أو إذا لم ترغب فيها، تنقر فقط هنا على No Domain Protection وتشتري اسم نطاق $1 لسنة كاملة. سنقوم مثلا بشراء هذه الخدمة، لا بأس، $11 لسنة كاملة ليست بالشيء الكثير. نحذف هذا Start Your Website For Free، لا نريد إنشاء موقع على جودادي، نريد فقط أن نشتري اسم نطاق. ثم ننقر على Continue to Cart. نعم،
نعم، إذن هنا عندنا هذا الدومين سنقوم بشرائه .com دومين احترافي، إذن التكلفة 0.99 دولار. إذن الفول دومين بروتكشن تكلفنا 9.99 دولار. نعم، إذن هنا نجعله فقط سنة واحدة. إذا أردت أن تحذف هذه الخدمة تحذفها فول دومين بروتكشن، تحذفها هكذا وتصبح التكلفة فقط 12.98 دولار لمدة سنة كاملة. تنقر هنا على I'm ready to pay وتدفع المبلغ عن طريق بطاقتك، بطاقة الشراء من الانترنت او عن طريق الباي بال. هنا تقوم بانشاء حساب، تنقر هنا على continue with google وتتسجل في جودادي عن طريق جوجل وتشتري اسم النطاق. بعد ذلك ستأتي الى هنا، سنأتي الى هنا ثم ننقر على ننقر هنا على republish. ثم سنذهب الى ماي تشيتا ويب سايت. اذن هذا هو الموقع الذي قمنا بانشائه، نقر على جو تو ذا ويب سايت. نعم، اذن الان سنضيف اذن كما تلاحظون العنوان الالكتروني لموقعنا، إذن موقع اسم نطاق كبير جدا، نريد أن نضيف إليه هذا النطاق الذي اشتريناه في جودادي. سنأتي إلى هنا ثم ننقر في هذه النقاط الثلاث ثم نختار هنا Connect Domain ثم نكتب اسم النطاق الذي قمنا بشرائه على سبيل المثال ثم ننقر على Connect ثم ننقر على Confirm. إذن للاستمرار في التعديل نضيف أشياء أخرى، مثلاً دعوني أعطيكم مثال، مثلاً نريد تغيير هذه الصورة، ننقر هنا ثم ننقر على Background Settings ثم Change Image ونختار الصورة التي نريد، أي صورة. أعطيكم فقط هنا مثال، مثلاً غيرناها إلى هذه الصورة. هذه الأشياء أيضاً ننقر عليها مرتين وتكتب النص الذي تريد بالعربية أو باللغة اللاتينية وهكذا تكتب أي شيء تريده هنا. أيضا في هذا التكست تستطيع أيضا تغييره. نعم، نكتب ما نشاء هنا، نغير السايز والألوان وكل شيء، نستطيع أن نغير كل هذه الأشياء. أيقونات السوشيال ميديا أيضا نستطيع أن نضيفها هنا. اتصل بنا، نضيف مثلا هنا عنواننا البريد الإلكتروني، مثلا نضيفه هنا بالعربية مثلا ثم yourdomain.com. إذن عنوان احترافي، بريد الكتروني احترافي. هذا ايضا يتوفر عند بيلدرول. بعد الاشتراك في بيلدرول تستطيع ايضا ان تنشئ بريد الكتروني للدومين الذي قمت بشرائه في جودادي. ايضا هذا المينيو ايضا تستطيع تغييره هنا. ايقونة السوشيال ميديا تستطيع ان تضيف قناتك في اليوتيوب، حساب انستغرام، لينكدين، تويتر، الفيسبوك. ايضا العنوان، عنوان مثلا عيادتك الطبية أو مكتبك تضيفه أيضا هنا. العديد من الأشياء تستطيع أن تعدل عليها في بيلدرول. تستطيع أن تضيف صفحة أخرى، نقول هنا على Create New Page، ننشئ مثلا صفحة Contact لكي يتواصل معنا الزوار، ثم نقول هنا على Save. إذن هذه صفحة Contact نعدل عليها. إذن ننقل هنا على Add ثم Panel، ندخل Panel جديد
ثم بانر آخر. إذن هنا نضيف مثلا في هذا البانل، نضغط هنا على آد مرة أخرى، ثم نضيف مثلا صورة، نضغط هنا على Image، ثم ندخل الصورة هنا أو هذه الصورة، إذن نحذف هذه مثلا. ثم نكتب هنا تواصل معي، نعم، ثم نضع صورتنا مثلا هنا، ندخل على General Settings ثم Change Image، وندخل مثلا الصورة، تستطيع أن تضيف نقر على Return، ثم نضيف مثلا أزرار، نقر على Button، هكذا ندخل الأزرار، ثم نغير العنوان، عنوان هذا السر، نقر على Headline، نكتب مثلا تغيير اللون، لون النص إلى الأبيض مثلا، ثم نغير الألوان، لون البطن مثلا نغيره إلى هذا اللون أو ألوان أخرى، نقر هنا لنحصل على زر مشابه، نكتب هنا مثلا في الهيدلاين عبر انستغرام مثلا، ثم نقر على، إذن هنا تستطيع التعديل على الهاتف، نقر هنا لكي نرى كيف يظهر تظهر هذه الأشياء على الهاتف، إذن هذا نجعله في الأعلى، نعم. إذا نرجع إلى الديسكتوب، ثم سنحذف هذا البانل، ثم ننقر على سيف، إذن ننقر هنا على الزر، ثم ننقر هنا على الرابط، إذن أين سيذهب الزائر بعد أن نقر هنا؟ نجعله مثلا هنا فون، ثم تضع هنا رقم هاتفك، إذن هنا أين سيذهب الزائر بعد أن نقر؟ تريد أن يذهب إلى مكالمة عادية في الهاتف أو إلى الواتساب ميسج أو ما تريد، نعم، تنسله مثلا إلى الواتساب ثم Select، هنا في حساب الإنستغرام، ثم نأخذ رابط الإنستغرام
بالمناسبة هذا هو حسابي في إنستغرام، يسعدني أن تتواصل معي عبره وأن تقوم بالمشاركة معي عبر هذا الحساب. إذن خذ رابط حسابنا في الإنستغرام، ننقر هنا كما قلت، ثم نختار اللينك سيت لينك ثم ويب، ثم نلصق الرابط هنا، نفتحه في نافذة جديدة ونضغط إلى نيو تاب، ثم سيلكت، ثم سيف، ثم ذاتس فاين. إذا نرجع إلى القائمة الرسمية لإنشاء الموقع، نذهب إلى الهوم بيج، ثم نذهب إلى المنيو، ننظر هنا على المنيو، نذهب إلى اتصل بنا، ثم ننظر على هذه الأيقونة ونختار بيج، ثم نختار كونتاكت، ثم سيلكت، ثم سيف، سيف مرة أخرى هنا، ثم ذاتس فاين، ثم ننقر هنا على ريبابليش. إذن سنعمل الآن ريفريش للصفحة، ثم ننقر على اتصل بنا. إذن كما تلاحظون تظهر لنا صفحة الكونتاكت. إذن هنا ننقر مثلا على عبر إنستغرام، سيظهر لنا حسابنا في الإنستغرام في الحين. إذن انظر إلى جمال وسهولة استعمال منصة بيلدرول، تستطيع أن تنشئ فيها كل شيء، أي نوع من أنواع المواقع الموجودة في الويب تستطيع إنشاءه عبر منصة بيلدرول بدون أي خبرة مسبقة وبدون أي معرفة للأكواد ولغة البرمجة. أتمنى أن يكون هذا الشرح قد أضاف إليك معلومات جديدة. إذا لم تشترك في القناة أدعوك إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. إذا أردت الانضمام معي إلى منصة بيلدرول، سأترك لكم رابط الاشتراك في منصة بيلدرول في وصف الفيديو للحصول على دورة تدريبية شاملة مجانا. إذا أراكم إن شاء الله في شروحات مقبلة، أترككم في رعاية الله والسلام عليكم.